مساء الخير سعادتك. أهلا. تفضل. أنا بشكر سعادتك إنك رديت تقابليني، وأشكرك طبعاً إنك خرجت يوسف صاحبنا. أنا المفروض أشكرك. لا علي يا مدام، إحنا خدامين سعادتك. مفيش خدام بذكائك. تشرب إيه؟ يعني لو هتقل ممكن شوية شاي. كنت عايز أسألك عن الجنرال. ماله الجنرال؟ علاقتك بيه؟ سمسار بيطلب مننا حاجات وبنعملها له مش اكتر. شغال معاه من زمان؟ كنت شغال معاه، بس دلوقتي ما بشتغلش معاه. امال حاجتي وصلتك ازاي؟ يعني سعادتك تقدري تعتبريه كان ماتش اعتزال. دلوقتي بقى بشوف استوديو تحليلي اعلق على الانفلات الامن اللي بيحصل في البلد اليومين دول. بتعرف تعذر اهو. ساعتي بتعرف تتحاجز هنا برضه. على فكره الراجل اللي كان معايا ده كان جوزي. بس انا ما كنتش عارف انه بيصورني. ايوه. انت مش مصدقني ولا ايه؟ في حد كذب الحكومه برضه ولا ايه؟ رايق. انا وافقت ان انا اساعدكم لما عرفت ان الجنرال اتخلى عنكم. بس لو اكتشفت ان اللي بيحصل ده باتفاقكم سوا عليا، الموضوع ده مش هيعدي على خير. قول سعادتك يا مدام، انت لسه ما تعرفيش مين من رايك كويس. ادي نفسك فرصه الاول تعرفيه، بعد كده احكم عليه. كل اللي بيميز الجنرال شبكه علاقاته مش اكتر. بصراحه طلبت منه حاجات كتيره جدا وعملها لي. عمره ما خذلني او فشل. بس اكيد طبعا المره دي نزل من نظرك. صح؟ مش يمكن ده من حسن حظي؟ مالك؟ حاسه ان فيك حاجه متغير عن المره اللي فاتت. لا ابدا، بس بفكر كده لو عرفت انك كنت بتشتغل ايه مع الجنرال اكيد انا كمان كنت هنزل من نظري. لا، على حسب اللي انت بتعمله، اذا كان لمصلحتي او ضدي. الشر والاذى واحد يا مدام. كل اللي بيعمله بيفتكر نفسه انه بطل وغلطان، بيكذب على نفسه. من كام يوم كنت بنصح واحد بقول له ما تديش ودنك لحد، ما تمشيش في طريق ما تعرفش ترجع منه. بس انت عارفه سعادتك، وانا بقول له الكلام ده حسيت ان انا ممكن اكون بني ادم كويس. حسيت ان الوسخ اللي جوايا ممكن ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ري. ساعات بنضطر ان احنا نعمل الغلط مش عشان ما فيش غيره، بالعكس، بس هو أوضح من الصح وكمان أسرع في تنفيذ كل اللي احنا عايزينه. وكل واحد فينا بالتأكيد بيحس إن هو بيعمل كل حاجة صح، عشان كده ما بيحسش إن هو بيعمل غلط. صح؟ قولي، جنرال كلمك أو هددك؟ ما أعرفش هددني، كله تحت السيطرة. على فكرة البدلة حلوة قوي عليك، كنتش عارف انك عندك ذوق في البدل. مع اني ماليش فيها، ما بحبهاش، بس زي ما تقولي كده دي بروفة عشان عندي مناسبة. ايه؟ هتتجوز؟ اتجوز تاني؟ لا ابدا، انا عندي افتتاح المطعم بتاعي. مناسبة زي دي برضه ما تعزمنيش عليها؟ سعادتك محتاجة عزومة، صاحبة مكان، شرفي في أي وقت. ولو إني حاسة إن في حاجة مضايقاك، بس هسيبك براحتك تحكي وقت ما تحب. على فكرة كنت عايزاك في شغلانة أقدر أعتمد عليك فيها؟ طبعًا، أمريني. يعني كان في واحد ما بيني وما بينه شغل، المفروض ان هو كان يبعت لي الفلوس على البنك على حسابي، فجأة غير رأيه
عايز يبعت الفلوس دولارات وكاش. والمطلوب؟ تروح تستلمهم. صراحة مش مرتاحة خالص. حكاية تغيير رأيه المفاجئ دي مش مريحاني، حاسة إن وراها حاجة. لا متقلقيش. واعتبريه حصل كده. ميرسي يا رهيب. تقلب بوزك في يوم زي ده؟ حلمنا بيتحقق يا امين وانت عامل كده ليه؟ يا يوسف يا جدعان انا عملت ايه؟ بتعمل ايه في ايه؟ انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ انت مش شايف سماها قاعده ازاي زي ما تكون قاعده في عزا؟ يا ريتني ما كنت حاطط في موضوع الخليفه ده، ما كنا عايشين زي الفل. بقول لك يا امين يا شيخ حشد مش هينفع، في ناس مهمين جايين النهارده. يا عم بعيد عن الناس. انت عارف احنا فين دلوقتي؟ ها؟ احنا في ملكنا. ملكنا يا امين. ماشي ماشي يا يوسف. اضرب بوزك بقى. ماشي يا بنت. شيمي باشا. ازيك يا جيجي؟ اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ.
تمير، انا اول مره اشوفك واخر مره. في الفلوس؟ طب تشوف البضاعه الاول. صح. اصلا اديله الفلوس. ايه في حاجه ولا ايه؟ لا خالص. اسمك بس السلاح. اركب العربية، اركب العربية. الحاجة بتاعتك في العربية يا مدام، بس أنا عايز أعرف أنت ما قلتليش ليه؟ ممكن تهدى ونتكلم؟ مش أهدى، عايز أعرف أنت ما قلتليش ليه؟ أقعد ونتكلم. بعدين مش كل حاجة لازم تعرفها، بس المرة الجاية لما أطلع. مفيش مرة جاية. هو انت فاكر ان في مره جايه ولا ايه؟ هو انت فاكراني ايه؟ انا عايز اعرف سبب واحد بس يخليك تعملي كده. ناقصك فلوس ولا هو مزاج؟ هو في ايه يا ري؟ ما انا عارفه انك بتعمل كده من زمان عادي يعني. وبطلت؟ ولعينك بقى، انا كنت بعمل قوي سخن من كده بكتير، بعمل حاجات ما تخطرش على بالك. بس خلاص بقى، انت الوحيدة اللي اتكلمت معاها. كنت فاكرك هتفهميني، فاكرك هتتعاملي معايا اني بني ادم محترم ونضيف. بس يا خسارة، اصل منوع في الوساخة بيشوف كل الناس اللي حواليك. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انت ولا حاجة، انت زيك زيي بالظبط، بس الفرق الوحيد اللي بيننا ان انا اخترت ابقى نضيف. انت نسيت انت كنت ايه؟ كنت وسخ، بس كان ليه اسبابي. تقدري بقى انت تقولي لي ايه اعذارك؟ عشان ده حقي. انت ليه مش عايز تفهم ان انا دفعت تمن اللي وصلت له؟ دفعت ايه وازاي؟ مش مهم تعرف، بس دفعته. واللي انا باخده دلوقتي ده اقل حق ليا. يا سلام. طب ما غيرك دفع وبرضاه مش غصب عنه. مش ذنبي ان هو انسان عاجز ما عرفش ياخد حقه ابدا. يعني انا دلوقتي لو موتك وخدت اللي معاكي باخد حقي، مش كده ولا ايه؟ انت ليه مش عايز تفهمني؟ انت مش عايز تفهميني؟ اقعدي مع نفسك كده وفكري، هتلاقي الغلط اللي فاكره في مصلحتك هيخليك تندمي طول حياتك. انا ده فريده. أنا ابتديت موظفة صغيرة في مكتب وكيل وزارة، كنت أول واحدة بروح شغلي وأول واحدة بروح. كان كل يومين أنا أخلص شغلي بدري عشان أروح أعمل أكل لجوزي. كان عندنا بيت حلو قوي، كنت سعيدة. تعرف كانت إيه أقصى طموحاتنا وقتها؟
ان احنا نجيب عربيه بالقسط ويكون عندنا شقه تمليك بدل ايجار. يعني طموحات بسيطه ومشروع على اي حد، لغايه ما حصلت اول صدمه في حياتي وناقص التجديد متاحف. كنت في لجنه فضل المظاريف، قالوا يحطوها دي هبله بتاعت بيتها وتروح بدري. وقتها اكتشفت العمولات والرشاوي، ما سكتش وهما كمان ما سكتوش، هددوني ولما ما قدروش عليا وصلوا عن سكة جوزي اللي اكتشفت بعد كده ان هو واحد زيهم نفس النوع. وطبعا ضغط عليك عشان تسمعي كلام، مش كده؟ كنت بحب سمعت كلامه ومشيت وراه لحد ما هو كمان بعني لواحد من الكبار. واحد طلبني الجواز منه ودفع لي مهري. بعد ما قبض مهري طلقني وهاجر بره مصر. كنت عايزني اعمل ايه وقتها؟ امثل دور البطوله والشرف ولا اقلب عليهم الترابيزه واخليهم يندموا على اليوم اللي غيروني فيه؟ ساعتها ما بقتش افكر في اي حاجه غير مصلحتي، ما بقتش اسمع كلام حد، ومسكت كل المفاتيح في ايدي. تحولت من انسانه بسيطه جدا ومحدوده الطموح لواحده تانيه خالص طموحها ملوش اخر. تعرف كانوا بيسموني بدل فريدة الوكيل فريدة توكيل، اللي برضى عنه بمضيله. لغاية ما حصلت الثورة جالي مندوب من الوزارة عشان أسلم عهدتي. افتكرت إن أنا هسمع الكلمة اللي كنت مستنياها من زمان، دي مطلوبة للتحقيق. بس اكتشفت أنا رايحة أحلف اليمين عشان أمسك الوزارة. طبعاً كلنا عارفين حكايتك اتفرموا. لا بالعكس، دول اترقوا واترفعوا لأعلى المناصب وبقوا ظهري والحيطة اللي بتداريني. عرفت بقى أنا دفعت الثمن عشان أوصل للي أنا فيه. بس بعد ما عرفتك وسمعت كلامك حاسه ان لسه في امل عشان الحق ارجع زي الاول. هينفع؟ أنا حكيت لك كتير عن حياتي وشغلي وأعرف حاجات كتير عنك، بس عمرك ما قربتني منك وحكيت لي عن بيتك وعن علاقتك بمراتك. سماح؟ هي اسمها سماح؟ وبقول لها موح. سماح طبعا من طبعي أرياني ومؤلفة عليا، زي ما تقولي كده مربيه على ايدي من صغرها زي الورده المفتاحه. بس اليومين دول بتدبل، يمكن بعد ما عرفت موضوع الخلفه حاطه في دماغها ان انا هسيبها وابعد عنها واني مش طايق اعيش معاها. الكلام ده صحيح؟
خالص. طب ايه اللي مزعلك طالما مش هتسيبها؟ اللي مزعلني ان هي شايله هم على الفاضي. اللي مزعلني اكتر بقى هي اول مره تقراني غلط. لو هي شايفه انها هبعد عنها فعلا يبقى بعد كل السنين والعشره دي ما عرفتنيش كويس. فهمتك، بس انت كمان لازم تفكر في ظروفها. فكرة الأطفال عند الأم تجوزها أصعب بكتير من الأب. يعني شوية بشوية لما تلاقي طريقة تعاملك معها رجعت زي الأول أكيد هتطمئن وترتاح وتتأكد إنك عمرك ما هتسيبها. ما هي المشكلة في شكلها اللي بتقابلني بيه، ده بيخليني أغير شكلي أنا كمان. يعني هي اللي بتجيب الروحة. عايز تبقى أب، تمام الحمد لله. عجبك البيت؟ مفيش احلى من كده. والموسيقى عجباك ولا غيرها؟ لا حلوه قوي. بتحب الموسيقى يا راي؟ طبعا في حد ما بيحبش المزيكا. وبتحب ايه كمان؟ بحب حاجات كتير قوي. زي مراتك مثلا؟ زي مراتي مثلا. قلت لي في التليفون ان جنرال ندل مع صاحبك ديبو. ندل معاه جامد، بوظ له كل اللي كان مخطط له وخلى البنت تعرف عنه اصله وفصله. وهو عمل ايه؟ والله انا قلت له روح يتكلم معاها، يعني يمكن تسمعه. ممكن، المهم انها تقبله بعد كده. والله هو يعمل اللي عليه، محدش مغسل وضامن الجنه. بس انا سمعتك وقبلتك. ايوه بس ما اللي بينهم غير اللي بينا، احنا ابتدينا شغل ومصلحه. وصلنا لايه في الاخر؟ حكيت لك وحكيت لي وقربنا اكتر من بعض. تفتكري؟ مش فاهمه. انا فاهمك دلوقتي. انت حكيتي لي عن الجنرال وقمت انا احكي لك عن حكايتي مع الجنرال، بعدين احكي لك عن البيت ومراتي، قمت انت حكيتي لي حاجه جديده خالص. انا حاسس ان احنا بنحكي لبعض عشان خايفين من بعض، مش عشان عايزين نحكي. طول الوقت كل واحد فينا عايز يطمن التاني ويديله الامان، بس في الاخر محدش بيطمن. لو انت شايف كده انت حر، بس اتاكد ان انا مطمنه لك من قبل ما تحكي. مش هسيبك النهاردة غير وانت مطمني. واثقة من نفسي مش كده؟ والله هنشوف. مالك؟ مش عارف يا فريدة، مش عارف اللي حصل ده صح ولا مش صح، بس هو اكيد مش صح. ندمان؟
مش موضوع ندمان، بس ما كانش لازم نوصل للمرحلة دي. عندك حق، المرة دي مش صح. بس مش احتمال المرة الجاية نبقى متجوزين. المرة الجاية نبقى متجوزين. متجوزين؟ مش حابب انك تتجوزني فريدة. مش موضوع حابب ولا مش حابب، موضوع ان انا مفكرتش بس قبل كده في الموضوع ده. ليه يا ميمي؟ يعني ميمي انا مش عارفه انت عملت فيا ايه. انا اول مره احس انها ضعيفه، أول مرة أحس إن أنا محتاجة راجل بجد، مع إني عمري ما احتجت لحد، عمري ما حسيت بالأمان. أنا مش عارفة أنا حكيت لك كل حاجة عني إزاي، بس أنا معاك حسيت بالأمان، واثقة ومتأكدة إنك مش هتخرج من أوضة تفضحني في كل مكان. فريدة أنا مقدر كل كلمة بتقوليها، بس برضو مش هينفع. مراتك صح؟ أيوة مراتي، بس مش مراتي بس. فريدة الجواز ده مش حاجة سهلة، الجواز ده حاجة كبيرة أوي. وبعدين احنا اتفقنا من الأول إن احنا ما نضحكش على بعض ونصارح بعض، مش كده ولا إيه؟ عندك حق، هتفضل جنبي يا ريا مش كده؟ أي وقت هتحتاجيني فيها تلاقيني واقف جنبك، ما تخافيش من حاجة. بس أنا مش هيأس. وأنا سبب ظروفها، محدش عارف بكرة فيه. مساء الخير يا مين. خير يا اخويا؟ غلبت اتصل بيك من الصبح تليفونك مقفول. في حاجه؟ كنت عايزه اطمن عليك. طمنتي؟ احضر لك العشاء؟ لا متعشي. أول مرة نام في حضنك وما تلعبش في شعري.
كنت دايما بتحسسني ان انا جنبك وحاسس بيا. عمري ما كنت بخاف من حاجه. بصحى من النوم كل يوم الصبح الاقيك نايم جنبي، اخاف من ايه؟ دلوقتي حتى لو انت نايم جنبي بحس ان السرير فاضي وكبير. بقيت خايف قوي يا ريه، قوي. كنت فين؟ كنت معاها؟ كنت مع مين يا سماح؟ مش قادرة اشوفك كذاب وضعيف. لما كنت بتضربني زمان كنت بفرح. انت الحب اللي انا لما كبرت لقيته بيحميني، وانت الراجل الوحيد اللي قلت هو ده اللي يستاهل حب. عمري ما تخيلت اني اشوفك مع حد غيري. بس انا هسامحك، اعمل ايه؟ انا بحبك. بس تفتكر بقى هقدر اسامحك طول العمر؟ اتعلموا الجبنه والقلق. زمان لما كنت واخد الدنيا كلها في صدري ما كانتش فيه مني اي حاجه، ولا كنت بخاف من حد ولا على حاجه. كنت دايما ابص لواحد زي الجنرال ده والهيلمان اللي هو عايش فيه واقول ده اكيد ما بينامش. اثر القلق والجبن بيعلموا ازاي الواحد يخاف على حاجته ويحافظ عليها. احنا بقى خسارة، ملحقناش نفرح. فجأة لقينا 60 ألم بيفوقونا ويصحونا. ده خلاص متأكد ان هو؟ كنت مستنيه بس كنت بستعبط. كنت دايما اقول لروحي واقول لدياب خلاص يا دياب، خلصت خلاص، الدنيا خلاص هتضحك لنا يا صاحبي. طب تفتكر لو كان هو ممكن يعمل حاجة تانية؟ وتالتة ورابعة كمان. اللي زي الجنرال ده نبو أزرق، ما يسيبش الواحد غير لما يجيب دماغه الأرض. طب ممكن تهدى وما تزعلش نفسك؟ كل اللي خسرته أنا هعوضه لك وأنت معايا. وبالنسبة بقى للجنرال، أنا هعرف أتعامل معاه. يعني إيه تتعاملي معاه؟ مالكش دعوة، أنا ليا طريقتي. يعني إيه ماليش دعوة؟ أنت تروح للجنرال عشان حاجة تخصك أنت، لما حاجة تخصني أنا اللي أتصرف فيها. ماشي؟ متخافش، ممكن تهدى بقى وتنسى عشان خاطري. برافو برافو انك جايه تعتذري وتتعهدي انك ما تنسيش نفسك تاني. من زمان وانا بيعجبني تخمينك وحسن تقديرك للامور يا جنرال، بس للاسف ده كان زمان. لسه مش قادر تقتنع انك كبرت وشخت وحواسك ضعفت زي ما قلت لك اخر مره. مش فريده الوكيل اللي تعتذر. امال الهانم جالي؟ جاي تفكرك باللي حذرتك منه قبل كده. سبق وحذرتك الولاد دول ما تجيش جنبيهم، وبرضه عملت اللي في دماغك واذيتهم. المطلوب تعوضهم عن اللي انت عملته. صاير الولد اللي اسمه ايه؟ الرايق. صح.
انتظار الولد ده غالي عندك جدا. فعلا اللي اتأذى المفروض نعوضه، بس انا رأيي ان احنا نجمع الأذية كلها على بعضيها، وزي ما بيقولوا الحساب يجمع. تعرف لو فكرت خلاصي ما تخلاش اللي حذر الجنرال. الظاهر غرام اوض النوم نساكي نفسك، نساكي احنا مين وازاي عملناكي وازاي فتحنا لك البواب والسكك. الموضوع اكبر من خيالك يا فريده. لازم تعرفي ان احنا اللي بنحدد مين اللي يخش اوضه نومك ومين اللي ما يخشش. ماشي هنشوف يا جنرال. باي. انت اللي هتشوف يا حبيبتي. باي. شفت الكلب الواطي بيضرب بكل قوته؟ ايه دي فريده، ايه دي انت الراجل ده انت تعرف عنه حاجات كتير قوي، يعني ممكن تفضحيه هو وكل الناس اللي وراه. حتى لو حبيت اعمل كده مش هقدر. يعني ما تقدريش؟ يعني هنقعد نتفرج عليهم. بقول لك ايه؟ تجيب الحاجات دي كلها، نزلها جرايد ومجلات وتلفزيون وفي كل حته وعلى قد ما قدينا نطول، حرب بحرب بقى. اللي انت بتقوله ده الحرب مش هتبقى مع جنرال ذات نفسه، الحرب هتبقى مع كل اللي فوقيه. ما هو معنى الكلام ده ان اللي فوقيه هم اللي عاملين فيكي كده. هي دي الكارثه. هي دي الكارثه يا ريت، انت مش فاهم حاجه. الجنرال ما يقدرش يعمل كده من نفسه. ده امر من فوق. أمر بسحب الحماية عني. أنا حاسة إن بقيت بالنسبة لهم كارت محروق. أنا لازم أسافر. أفتح البتاعة الزفتة دي. تسافري فين؟ اهدي، تسافري فين؟ سفرك مش حل، أنت كده أنت بتهربي. أمال إيه الحل؟ إن تقبض عليا هو الحل؟ إن أتسجن لوحدي هو الحل؟ إن أشوف الناس بتنهش في لحمي ويعرفوا كل حاجة عني؟ أنا مش عارفة أفكر، أنا مش عارفة أفكر. طب اهدي. اهدي عشان نعرف نفكر. شكرا. مش عارفه افكر. اللعبه دي اسمها الروليت الروسي، زي القمار بس مش على فلوس، على بني ادمين. بتحط طلقه في الخزنه وتنشن على خصمك وتضرب. لو طلعت الطلقة في خصمك تبقى كسبت، لو ما طلعتش يبقى الدور عليا. ده لو اللعب نضيف. في حاجة في الدنيا دي نضيفة؟ سر اللعبة بقى اللي احنا عايزينه موت ونحط أكتر من طلقة في الخزنة، واللي مش عايزينه موت ما نحطش ولا طلقة في الخزنة. للأسف ديبو بتاعكو بيلعب بخزنة مليانة طلقات وهيموتكو كلكو. وأنا دلوقتي بديك فرصة وعليك الاختيار. مطلوب مني يا باشا. فريد الوكيل بعد ال 12 عنها بقت كارت محروق. بالنسبة لي هي من إعداد الأموات. كل المطلوب منك انك تتفادى. تقدر ولا ما تقدرش؟ قادر يا باشا. اتفضل. ميمي جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح، اصل عندي شويه شغل ومتاخر شويه. شغل ولا رايح لها؟ رايح لمين؟ انا شفتك. شفتي ايه؟
شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك قد كده. وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا، ولا تكونش بقى هي وعداك بحته عيل؟ قولي انت عايزه تقولي ايه. مش هلومك على حاجه ابدا، وحقك تزعلي، بس قبل ما تزعلي فهميني. وبعد ما افهمك هتبقى انت فين يا ريه؟ معايا ولا معايا؟ ولا تكونش ناوي تشاركني فيك؟ تشارك مين يا سماح؟ انا عمري ما احب حد غيرك ابدا. وهي؟ هي ايه؟ هي مجرد شغل مش اكتر من كده. الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها. احنا مالنا ومالها؟ يعني ايه مالنا ومالها؟ من امتى وميمي بيشوف حد محتاج له بيمشي ويسيبه؟ بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف، وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك. وانا كمان ماليش حد غيرك. لازم تعرف ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح. فاطمة انت قايلي مدام. لا بالتأكيد خدمة حضرتك دي جميلة على راسي، عمري ما هنساها. تمام. لا أنا همشي دلوقتي على طول، هاجي لك على المطار. مع السلامة. حاضر. باي. أنت معاك عربية رايق مش كده؟ ليه؟ هسافر طبعا. كلمته على التليفون ده اللي هو في المطار، وعدني ان هو هيأخر نزول اسمي في قائمة الممنوعين من السفر، بس بشرط لازم اكون في المطار خلال ساعتين. مش هينفع فريدة. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع تسافري. انت معمول لك كمين. كمين ايه؟ بتقول ايه؟ زي ما بقول لك، الجنرال طلب مني اني اقتلك. انت قلت له ايه؟ تسأليني؟ خايفة مني ولا يا فريدة؟ قلت له ايه يا ميمي؟ قلت له موافق. قلت له موافق يا ميمي. فريدة أنا عايزك تفهميني، أنا قلت له موافق عشان أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت أقدر أفكر أحميك إزاي. لو كنت قلت له لا كان بعت اي حد غيري عشان يقتلك. مش في كل اللي عملوه فيا اوصلت كمان للقتل؟ عشان كده انا بقول لك ده كمين معمول فيكي، صدقيني. كمين؟ انا مش هصدق، انا مش عارفه افكر. عشان كده بقول لك ثق فيا. انا أثق فيك إزاي؟
هو طلب منك كده ده امتى؟ قابلته فين؟ ليه ما قلتليش قبل كده؟ هقولك ازاي بس يا فريدة، انت تليفونك على طول متراقب، زي انا متأكد دلوقتي انه عارف ان انا موجود عندك. مستني يعرف النتيجة. فريدة، فريدة اسمعيني وفهميني كويس، اعملي اللي هقولك عليه وبس، اسمعي كلامي. انت اكتر حد انا حبيته، اكتر حد فتحت له قلبي وطمنت له. انا طلبت منك انك تتجوزني. فكرة ملوش لازمة الكلام ده. انت بتقولي كده ليه؟ خايفة مني ولا عشان تصعبي عليا فريدة؟ مش عارفة اعمل ايه؟ اعملي زي ما بقولك، ننزل دلوقتي جيبي كل الأوراق والملفات تروح تسلمي نفسك. محدش هيحميكي يا فريدة غير البلد، محدش هيحميكي. بلد ايه اللي هتحميني؟ بلد ايه؟ اللي انت بتطلبه مني ده معناه ان انا احكم على نفسي طول عمري بالسجن. بلد ايه؟ يا فريدة، يتحكم عليكي بالسجن احسن ما يتحكم عليكي بالاعدام. بعت له رسالة قلت له يجهز بقية الأوراق، الحصاني بكرة على مكتب النائب العام الصبح. الورق اللي معايا ده برضه مهم بس مش كفاية. طب قولي له كمان لو عايزك يكلمك على الرقم ده. بس ده مش موبايل، ده موبايل فاطمة وأكيد هتروح. إيه المشكلة يعني؟ ما تروح بتليفون تاني، هيحصل إيه يعني؟ انت فاهم معنى اللي طلبه منك الجنرال ده ايه؟ والله يا فريدة حاجات كتير، خايف منك ومن تهديداتك ليه؟ بعتلك رسالة تخويف على تليفونات تانية، بيضغط عليا يحط لي تحت درسه، يعني زي ما تقولي كده بيضرب 30 عصفور بطلقة واحدة. يمكن كل اللي انت بتقوله ده صح، بس الأهم عندي الناس اللي فوق اتخلوا عني خلاص. بمعنى صح رفعوا غطى الحماية. الجنرال مهما كانت قوته وسيطرته، مجرد أداة في إيديهم، مش ممكن يعمل حاجة زي كده من نفسه. أنا عايز أعرف دلوقتي الناس اللي ورا دول طلعوا مين؟ أضحك عليك لو قلت لك إني أعرفهم كلهم. شبكة معقدة، مش هتلاقي واحد فيهم يعرف كل أطرافه. تفتكر إن أنا وافقتك عليه ده صح؟ بص يا فريدة، أنا قبل ما أعرف موضوع الناس التانيين دول كنت شايف إن إحنا صعب نقف قدام الشيطان لوحدينا، محتاجين مليون قوة عشان نقف ضده ونقطع له دراعه. بس كمان بعد ما عرفت موضوع الناس دي أنا شايف إن ده أحسن حل. لازم تسلم نفسك يا فريدة، اسمع كلامي. أنا هدخل آخد شاور، حاسة إني تعبانة أوي ومحتاجة أرتاح شوية. فاطمة. أيوه. حضري الحمام عشان عايزة آخد دوش. حاضر. اتفضلي يا امينه.
اتفضلي. ده اكتر مكان ممكن يعمل عليك فيه. اتفضلي. بس لازم اكلم ماما بس على ماشي هنكلمها كل حاجه بس استريح. الحمد لله على السلامة يا ديب. فاطمة فاطمة اللي انا شفته في التلفزيون ده الدنيا مقلوبه عليك. كمينه اتعمل لي يا سيكا، قتلوا ولد الكلب وانا قاعد عندها في البيت. اتقتلت ولا انت اللي قتلتها؟ قتلت مين يا سيكا؟ بس ما تلعبش بعصابي يا رايه وتكلم. هتكلم اقول لك ايه يا ابني؟ هتكلم اقول لك ايه؟ انا كنت رايح احميها مش رايح عشان اقتلها. طب اتقتلت ازاي وهي معاك؟ معرفش يا سيكا، كانت قاعده معايا دخلت الحمام، اتاخرت رحت ابص عليها لقيتها مقتوله جوه الحمام. ومين اللي قتلها؟ اكيد هم ولاد الكلب، خططوها ولعبوها وانا في الاخر لبستها. خلاص ما دام انت ما عملتش حاجه روح سلم نفسك. ما ينفعش اسلم نفسي، دي وزيره. عارف يعني ايه وزيره؟ يعني الحكومه مستنيه اي حد دلوقتي عشان تشيله الليله. احنا اللي بيحصل لنا ده، اللي بيحصل لنا ده، ومش عايزين يسيبونا في حالنا ليه؟ خلاص ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا سيكا. طب هنعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه، مش عارف. المهم دلوقتي لازم اشوف سماح. دلوقتي اكيد الحكومه قلب عليك الدنيا. ماليش فيه، هشوف سماح. انت تعمل اللي اقول لك عليه وبس. ماشي ماشي. الحمد لله على سلامة الأمور أديبه. بس هو مين ابن الحرام اللي عمل فيها كده؟ من غير لف ودوران، ايه اللي جابك؟ نعم دي برضو أصول الضيافة. على العموم عندي الحق، انت أصلك ما تعرفش السن كويس. لا أعرفك وعارف أهلك وعامل أبو كشف عيلة كمان. إيه يعني هو ده جزائي ان انا جاي انصحك نصيحه اخويه؟ احنا مش اخوات ولا عمرنا هنبقى، وانت عارف ده كويس. خلاص ما دام انت مش عاجبك حكايه الاخويه دي نمشيها بطريقه تانيه وكله بشوقك. بتشوف لك نمره يا دي، ما انت عارف الكلام ده ما ياكلش معايا. انا مش جاي عشان الحكايه دي تاكل معاك، وانت شفت انت والاموره اللي ممكن يحصل. شوف يا ديمو، احنا الناس عندنا نوعين ملهمش تالت. نوع نحبه ونشيله فوق دماغنا من فوق، ونوع تاني نحطه في دماغنا. الحكايه بشوفك، شوف انت بقى عايز تبقى من انهي نوع في الاتنين. مش فاهمك. لا انت فاهمني وعارف انا اقصد ايه كويس قوي. انا مش بتعامل مع تلميذ، أنا بتعامل مع واحد صايع وفاهم كل حاجة وبيعرف يحسبها صح قوي. يحسب إيه اللي هيكسب وإيه اللي هيخسره، ولما يلاقيها مخسرة ما بينشفش دماغه لسبب بسيط، لأنه عارف إن إحنا ممكن نكسرها له. المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ أخاف؟ مش للدرجة دي. كل اللي أنا بتمناه إنك ما توقعش زي صاحبك. نفسي فعلا انك ما توقعش، لان انت شلتك تقيله تقيله قوي، كلها ولايا ولداه. مش بس كده، انت زودت عليهم واحده كمان. اقسم بالله العلي العظيم لو هود ناحيه اي حد منهم لكل اخر يوم في عمرك كنت عارفني كويس. هعتبر اني ما سمعتش الكلام ده، مش هعتبر اني ما سمعتوش. انا فعلا سقطت من ودني. لا
لاني ما بتهددش. انت عارف اللي تجرى وعمل كده حصل فيه ايه، وانت اللي نفذت معاه بنفسك. فكر ليهم، فكر، ولما تقرر انت عارف تجيبني منين. بس بسرعة لان مفيش وقت. كلام بيني وبينك، محدش ضامن بعد ساعة ممكن يحصل ايه. ايه مش هتوصلني ولا ايه؟ صاحي جوزك يا سماح يسلم نفسه احسن له، عشان اللي بيعمله ده مش في صالحه. في ايه يا باشا؟ ايه كل الرجاله دي؟ هو في حاجه؟ انت تستهبل يالا؟ يعني مش عارف في ايه؟ لا خالص، انا جيت من تحت قالوا لي الحكومه فوق. هو رايح يعمل حاجه ولا ايه؟ لا يبقى خليهم بقى يحكوا لك. ولا اقول لك كده ومن الاخر، يا ريت بقى لما تشوفه تقول له يسلم نفسه بالذوق احسن له. لان اللي اتقتلت دي وزيره، ها؟ مش رقاصه في شارع الهرم. يعني هيتجاب هيتجاب. سامع؟ ارحمي روحك. طب والله ما انا مصدقه الفيلم ده كله ابدا. لا يمكن ميمي يعمل حاجه زي دي، لا يمكن. اسمع كلام امك يا سماح، جوزك ملوش اي ذنب في اللي بيحصل ده. وما هو ملوش ذنب، قلبينا الدنيا عليه ليه يا سعيد؟ ده قتل يا سعيد مش اي كلام. طب اهدي بس وخلينا نعرف نتكلم. نعرف نتكلم في ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا رب. وهي عايشه خدته مني، وهي ميته كمان هتاخده مني. طب روقي يا بنت الناس وركزي في الكلام اللي هقوله، بس ما يطلعش لحد. انت عارف حاجه يا سعيد مش قايل لي؟ ايوه. هو يا عمتي ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي. ما ده وقته متأخر، شاي وماي. طيب يا اخويا اسمع. رد يا ميمي، رد يا اخي. ديبو بقى ده اسمه كلام يا ضنايا؟ جايب لنا بنت بنوت تقعد معانا هنا؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقول اللي يقولوه يما، مش وقته الكلام ده، بعدين هشرح لك. اهم حاجه دلوقتي تاخدي بالك من البنات، وخصوصا شاهد ما تطلعش بره الباب. واشمعنى شاهد؟ ومدرستها يا ابني؟ تاخد اجازه يا ما انت شايفه حوادث الخطف في كل حته، البلاد خربانه. ما هي خربانه طول العمر وكانت بتروح، اشمعنى النهارده يعني؟ لا بقى من غير منادى، المره دي بس اسمعي الكلام، المره دي بس يا ما عشان خاطري. الحق يا ديب، الوزيره دي اللي اسمها فريده الوكيل اتقتلت. ايوه متزعف في كل القنوات وبيقولوا ان الرايق هو اللي قتلها. الرايق؟ كده على طول؟ خلاص قلنا ننسى اللي حصل، مش انا قلت لك كده؟ في حاجات ما تتنسيش. وبعدين انسى ازاي في وسط اللي بيحصل حوالينا ده كله؟ انت مش شايف؟ شايف شيماء، الدنيا عمرها ما هتفضل حلوه على طول، وبرضه مش هتفضل وحشه على طول. في وقت هتيجي عليكي هتكوني فرحانه وسعيده والدنيا مش سايحاكي، وقتها تكوني حزينة مش طايقة عيشتك عشان خاطر أخوك. لو ليا خاطر عندك عدي المشكلة دي، عديها عديها بدل ما تحرمك من أي حاجة حلوة في الدنيا دي، عديها. والله العظيم بحاول، والله بحاول. طيب عديها عشان خاطر أحمد، يعني أنا لسه كنت قاعد معاه واتفقنا على حوار كده. حوار ايه؟ جواز يا بنت. ايه؟ عايزك تفرحي تتبسطي، ولا اكلمه والغي الموضوع ده خالص؟ استنى بس، عايز تفرح ولا عايز تخلص مني؟ عايز اطمن عليكي، عايز اثبت لك ان الدنيا فيها كده وكده، عايز افرح بيكي. اي فرحه في وسط اللي احنا فيه ده، عليكي شايفه اللي بيحصل لنا وميمي ويوسف، اي فرحه.
تفتكر ليه وزيرة تعرف أو تصاحب واحد زيك؟ والله ما أعرفش يا باشا. ممكن تسألها. أسألها؟ ده إحنا شكلنا كده هنطول مع بعض. موسى يا رايق، أنت ليه قتلت فريدة الوكيل؟ أنا ما قتلتش فريدة الوكيل. أمال رحت بيتها ليه ساعة ارتكاب الجريمة؟ زيارة. زيارة؟ زيارة. صفتك إيه؟ صحاب. صحاب؟ صحاب. أهو ده بقى هيرجعنا للسؤال الأولاني. فاكره؟ فاكره يا باشا. إيه اللي يخلي فريدة الوكيل تعرف واحد زيي؟ ومش قول لي سعادتك اسألها عشان عارف إنها ماتت. اتقتلت. اتقتلت يا باشا. ليه بقى قتلت فريدة الوكيل؟ إيه الأخبار؟ روعة الوكيل نيابة. ربنا يستر. سماح، انت بقالك يومين ما بتناميش، خدي بعضك وروحي على البيت استريحي شويه. لا، ونعمة الشريفة ما سايباه ابدا، انسى. قعدتك هنا ملهاش لازمه، مش هي اللي هتطلعه، روحي في البيت واستريحي. قلبي وكلني عليها يا يوسف، حرام عليك يا اخي. يا ستي ما كلنا قلقانين عليه، بس زي ما بقول لك قعدتك مش هتعمل حاجه، روحي البيت استريحي وكلي لك لقمه وتعالي تاني. يلا يا سماح. يلا يا بنت الناس، عادتك كده مش هتنفع، لو خرج دلوقتي عامله كده هيتعب اكتر ما هو تعبان، استهدي بالله وصلي على النبي امال. حرام عليك يا دبي وحرام عليكم يا جماعه. لا طب انا لو انا مضايقاكم انا هسكت، مش هفتح بوقي خالص. يا ست والله العظيم هنطمنك بالتليفون. لا لا والنعمه ما ماشيه. لا حاجه سيكا. يلا يا سماح. يلا انا هروحك. بتتحبوني ليه دلوقتي اكتر ما انت؟ يلا يا سماح. والله يا سماح. معلش يا سماح. صلي على النبي. والله هنطمنك. يلا يا سماح هنطمنك. روحي يا سماح واحنا هنبقى على اتصال مع بعض، مش هيحصل حاجه عادتك. يلا يا سماح. لازمه. يلا سماح. يلا. والنبي اطمنوني. طيب والله العظيم معلومة انا احبس لو عارف حاجه في البيت ولا حاجه. ماشي يلا. انا هشرب شاي قبلك. ماشي. في بضاعة في المخزن زي ما هي كده واديها لحاج سيد، عارف انه هياخدها بنص الزفت التمن، بس اديها له خلاص، وهات منه اي فلوس تعرف تجيبها. وانت مال اهلك بعمل كده ليه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. ولما انت ما قتلتهاش تفتكر مين اللي قتلها؟ اكيد حد ليه مصلحه في كده. زي مين؟ وانا اللي اقول لسعادتك دوروا وراها وانتوا تعرفوا مين اللي ليه مصلحه. موسى الكلام اللي انت بتقوله ده عمره ما هيفيدك في القضيه. وبعدين انت هنا عشان تجاوب مش عشان ترد عليا السؤال بسؤال. وانا قلت لسعادتك انا ماليش مصلحه. يا باشا اصغر حرامي عارف الناس دي ما بتمشيش بفلوس. وعارف كمان لو قتل حد زي الوزيره الدنيا هتتقلب عليه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك دي تصفيه حسابات بين الكبار. الكبار اللي فضلوا طول عمرهم كبار. طالما في صغيرين زينا يشيلوا بلاويهم. لا 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 ده الموضوع كده فيه حكايات. ده احنا نقعد كده بقى ونشرب الشاي وتحكي لي بالظبط انت ايه اللي تعرفه يا رايق. ممكن افهم ايه المكتوب هنا ده؟ اللي انت قريتيه ده مش مظبوط. اخويا اتلفقت له القضيه دي. اتلفقت له؟ اه اتلفقت له. اتلفقت له عشان كان عاوز يعيش نضيف. انت مش لاقي رد تقوله ولا ايه؟ هو ده الرد ودي الحقيقه. اخويا مظلوم. مظلوم؟ ممسوك في قضيه وتقولي مظلوم؟ انتوا اصلا من البدايه انا كنت حاسه ان انتوا فيكوا حاجه مش مظبوطه. مطعم يتحرق، اخوك يقتل، انت مخبي عليا ايه؟ بص يا اروى عشان نكون واضحين من الاول، اذا انت جايباني هنا عشان ننهي العلاقه ما بيننا فانتهت، وده من حقك. انما تتكلمي كلمه واحده عن اخويا فده مش من حقك ومش هسمح لك. كده واضحين؟ واضحين قوي. الحمد لله ان ربنا باين حقيقتكم من الاول. ماشي يا رب.
يحبس المتهم 4 أيام ويراعى له التجديد. أنا ممكن أكون مصدقك، لكن في نفس الوقت مفيش في إيدي أي حاجة أقدر أساعدك بيها. ده قانون. قانون صح. القانون ده ما بيطبقش غير علينا احنا بس، على الغلابة اللي منهمش ظهر. يا موسى القانون عايز أدلة، وانت كل الكلام اللي قلته ده مفيش ليه أي دليل، يعني بالنسبة لي مجرد كلام. حتى لو أنا مصدقك برضو ما أقدرش أديك إخلة، لأني ما أقدرش أكتب في الدفتر إن أنا أخليت سبيلك، لأني حاسس إنك مظلوم. أنت حتى ما قدرتش تدينا أي دليل قوي ينفي عنك التهمة. عندك حق يا باشا. اسمع يا موسى، انت لو الكلام اللي قلته ده حقيقي وفعلا في ناس بالاوصاف اللي انت قلتها دي، يبقى انت فعلا في مشكله، ومشكله كبيره، وللاسف حلها مش عندي. تم على زمن التحقيق، مش عارفين الموضوع هينتهي على ايه. ما هي معروفه يا عبدين، 4 × 4 = 15، في الاخر هتطس حكم. الله، ما توحد الله في قلبك يا عم ياسين. في ايه ده؟ بدل ما تقول ربنا يكرمه ويطلع منها. وهو ربنا هيكرمه ازاي يا عم يوسف؟ بالنيه؟ لا مش بالنيه ولا حاجه، ما احنا مقومين له اجدع محامي في البلد، وان شاء الله هيلاقي لها مخرج. ولا هيعمل له حاجه المحامي بتاعكم ده، ولو جبت له محامين البلد كلها القضيه لابسه لابسه، ومش هنضحك على بعض. في ايه؟ مسودها في وشنا ليه؟ في ايدينا ايه نعمله واحنا نعمله؟ شوف يا ديبو، الموضوع يا ابني مش هيجي بالطبطبه، واللي انتوا بتعملوه دوت ممكن الواد يروح مننا. افهم من عمك وترجم لي، انا مش فاهم حاجه. بقولك يا يوسف، انا فاهم عمي بيفكر في ايه، بس اللي انت بتفكر فيه ده مش سهل، وممكن نتعور كلنا. نتعور؟ جري يا عم ياسين، انت اتحولت ولا ايه؟ ما انت دايما كنت تقول لنا كل حاجه بالعقل بالعقل بالعقل، ايه اللي حصل لك؟ ده لما يبقى في وقت للمشكله تتحل بيه، انما لما يبقى الوقت خلص والواد هيروح مننا، يبقى لما مؤاخذه بقى نركن العقل على جنب ونحلها بالطرق التانيه. شوف انت الصح ايه واحنا وراك. بتسمعوني كويس؟ سيكة سكسكة. سيكة سكسكة سكسيكو. فاكرني؟ فاكرني يا سيكا؟ فاكرني؟ يا سكسكة. عرفتني؟ ايه رايك يا سيكا؟ حلوه الكهرباء ولا نزود شويه كمان؟ شويه سكسكه يعني؟ بص يا سكسك، انا مستعد اسيبك بس بشرط تعمل لي عجين الفلاح. عارفه؟ عجين الفلاح؟ بس انت بتدفع عليا يا كلب؟ ده انا افرمك بجسمتي انت واللي يتشدد لك. يلا حيوان.
فاكر نفسك ايه؟ الشقة دي لغاية ما نشوف هنعمل ايه. ايوه دي بس دي شقة مين؟ شقة قرايبي بس هم مسافرين ما تقلقش. انا مش قلقان عليا انا قلقان عليكم. لو عرفوا ان انتوا اللي مخبيين هيحصل لكم مشاكل. يا عم الحاج ما تقلقش على حاجة، احنا مأمنين ومظبطين. أهم حاجة أنت مش هتخرج من هنا خالص، والتلاجة فيها أكل يكفي شهر، ولو احتجت أي حاجة احنا موجودين خلاص؟ يعني مش هخرج من هنا؟ يعني أخلص من الحبسة أدخل في حبسة تانية؟ طب كان لازمته إيه اللي أنتوا عملتوه من الأول؟ هنعمل ايه بس يا مين؟ عم ياسين شرع علينا الشوره دي، وبعدين يا معلم القعده هنا اهون بكتير من حبسه الحكومه. ايوه دياب، بس انا مش هفضل محبوس هنا كتير. يا عم محدش قال هتتحبس كتير ولا حاجه، كام يوم بس لحد ما نقدر نوصل لدليل براءتك. براءتي؟ براءتي يا يوسف احنا نضحك على بعض، ما انت عارف ان انا كده كده لابسها. يعني انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر في اللي غفلني واداني على وشي. الجنرال. ايوه الجنرال. انا كده كده ميت يا دياب. بس اموت وانا واخد حقي احسن ما اموت زي الولايه حاطط ايدي على خدي ومش عارف اعمل حاجه. بقولك يا صاحبي يومين بس كني فيهم مستريح وبعدين بكره نبقى نشوف هنعمل ايه خلاص؟ ماشي. بس بقولك يا يوسف عايز اشوف الواد سيك اخويا اطمن عليه وحشني عايز اشوفه. بكلمه في التليفون يا معلم مش عارف راح فين مش عارف غصان فين. يعني ايه غصان فين؟ حصل له حاجه يعني ولا ايه؟ هجيبه ايه هجيبه انت هتقليه ليه يا عم؟ يا عم تلاقيه بيحط كده ولا كده وهيقب على الوش تاني لما يظهر هجيبه لك لغايه عندك خلاص؟ ايه ده بقى؟ ماشي يا يوسف. طيب انا هعمل لكم حاجه تشربوها. ايه في حاجه يا سن؟ وفي خبر كده يعني خير رايق. ايه المشكلة؟ هرب من سجن صغير للسجن الكبير. سيبه يعذب نفسه. ايوه بس دي عيال ضايعة يعني ممكن واحد زي الرايق ده عقله يقل فيعمل حاجة كده ولا كده. هيعمل ايه يعني؟ يهددني مثلا؟ والله انت للظاهر مخك خف يا سن. ايه؟ يا باشا أنا كان نفسي إن احنا نخلص من العيال دي ونقفل الموضوع ده وننتهي. مرة واثنين وثلاثة حاولنا معاهم وهم راكبين دماغهم. أنا مش فاهم سعادتك ساكت عليهم ليه لغاية دلوقتي. لو عملت اللي أنت بتقوله ده يبقى بقفل عليهم سكة الهروب. ساعتها يستبسلوا فيها ويعملوا فيها أبطال. إحنا هنفتح لهم باب، باب صغير كده موارب. يخرج على متاهة من مكان ضيق لمكان أضيق وهكذا. نتفرج ونستمتع. ولما أحب أخلص منهم هقول لك هديك أمر تقتلهم. ولا تخلص منهم ولا مش هتعرف تعمل كده. لا ازاي يا باشا؟ لا اليوم اللي اعجز فيه عن تنفيذ تعليمات الجنرال اكيد هبقى مستحقش اكون في خدمته. دوقي بقى اكلي ده.
افتح يا ميمي ما تخافش. يا عم افتح، مش جاي اقبض عليك. اتفضل يا باشا. تمام قوي، خلي لي بقى عينك عليها، مش عايزه تغيب من على عينك ثانيه. ها الموضوع ده بالنسبه لي حياه او موت، يعني مراقبه 24 ساعه، انت فاهمني؟ يلا سلام. ها ميمي، كنا بنقول ايه بقى؟ مين بلغ عني يا باشا؟ مين قال لك على مكاني؟ ما حدش بلغ عنك. ما تبصليش كده، انا ظابط مباحث يا ميمي، مش بياع فجل. يعني اصحابك دول مهما تحاوط ولا حتى تلاقمه فده مش هيمنعني اني اوصل لك، ده لو انا عايز اوصل لك. وبعدين يا سيدي انا جيت معاك دغري من البدايه وقلت لك ان انا مش جاي اقبض عليك. عشان ترتاح اكتر انا جاي اتكلم معاك راجل لراجل. ماشي يا باشا، اتفضل اتكلم. انت مين بالظبط بقى يا ميمي؟ الواد الجدع اللي معروف في الحته وكل الناس بتعمل له حساب؟ ولا اللي بيزنس مان وفجاه بقى عنده مطعم كده خمس نجوم بلا اي مقدمات وفجاه المطعم يتحرق؟ ولا الواد البلطجي المجرم الهارب اللي قتل وزيره والدنيا كلها مالهاش سيره غيره؟ ايه حكايتك بالظبط؟ ما تفهمني. اولا يا باشا انا ما قتلتش فريد الوكيل، حاول معلش تصدقني، انما بقى عايز تعرف حكايتي دي مفيش اسهل منها. عارف ليه؟ لان انا واحد عايز يعيش. حلو قوي، ومين بقى اللي مش عايزك تعيش؟ اللي بيقول مين يموت ومين يعيش، اللي بيقول مين يبقى بني ادم ومين يبقى عبد عنده. انا عمري ما كنت جاني هيثم بيه، طول عمري مجني عليا، بس مش لوحدي، ده جيل كامل، جيل كامل طلع على وش الدنيا دي مش عارف ياخد حقه غير بالدراع. ده كلام الناس الفاشله، الشماعه اللي بتعلقها عليها اخطاء. عندك حق، ما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. جربت تعيش زينا، جربت تصرف العيلة كاملة، جريت في الشارع ليل ونهار عشان شوية ملاطيش ما يقضوش عيل صغير. ده الفرق بيني وبينكم، طول عمركم شايفيننا زبالة، شوية عيال عايشين في مناطق شعبية ربنا خلقهم عشان يأذوا الناس وبس. انت عارف انت مشكلتك ايه يا ميمي؟ انك عشت طول عمرك تقنع نفسك انك مظلوم، وده بقى اللي اداك الحق انك تعمل اي حاجة وكل شيء مباح بالنسبة لك. انت بتتكلم صح، بس المباح بالنسبة لي كنت بدور اللي هيعيش لمدة يوم، أسبوع، شهر بالكتير، زي ناس تانية يا باشا كلت البلد كلها ما شبعتش ومحدش قالها كفاية. عملتوا انتوا ايه؟ سبتوهم هم ومسكتونا احنا، مسكتوا الغلبان اللي سرق 10 جنيه عشان مش لاقي ياكل، سبتوا الناس اللي سرقت مليارات من البنوك، مسكتوا العيل اللي شايل سيجارتين بانجو في جيبه، وسبتوا الناس اللي بتدخل مخدرات البلد وش كده عين عينك، هديتوا العيشه بتاعت الناس الغلابه اللي بتدرع عيالها فيها من البرد، وسبتوا الناس اللي سرقت الاراضي بالملايين. عرفت بقى يا باشا ولا ما عرفتش؟ انتوا عمركم ما هتيجوا على حد غير علينا احنا بس. ما اسمهاش كده يا مين، اسمها ما بنقدرش غير على القانون قادر يدين وبادله كمان. فلو انت بقى عايز الناس اللي انت بتقول عليهم دول يقعوا فلازم تساعدني عشان انا كمان اقدر اساعدك. انا عاوزك تقول لي مين الناس اللي انت بتتعامل معاهم وورطوك زي ما انت بتقول. ما ينفعش يا باشا، الناس دي مش صغيره، الناس دي كبيره وحيتان ممكن ياكلونا كلنا. احس منك جميله، تلاقي حق عند الناس دي، سيبني اخد حقي وانا مرحب ابويا احكي لك لحد عندك. ماشي يا بس عد الجماهير بقى. هنعد ماشي. ما تتعبليش قلبي، فيه ايه؟ اصبري بس يا ست سماح. طب ما تزيني المخزن ليه وين؟ يا ست تعالي بس وخلاص. ايه نحلة منحوت؟ اتقلي بقى. في
وحش ازاي يا ميمي؟ تبقي شعرية، تبقي شعرية كويس زي الفل. كويس زي الفل ازاي بس؟ طب ده التلفزيونات ملهاش سيرة غيرك يا اخويا، هما هيعملوا فيك ايه؟ مش هعملوا فيها حاجة، ما تقلقيش، كلها كام يوم وهرجع خلاص، براءتي هتطلع، ومفيش حد هيفتح بقه تاني بكلمة، ما تقلقيش عليها يا سماح. بجد يا ريت؟ بجد؟ وانا عمري قلت لك كلمة وطلعت غلط يا سماح. لا. بس المرة دي يعني مختلفة شوية. ما كنتش عايزة ابنك يجي وتلاقيك في السجن. ابني؟ لسه راجعة من عند الدكتورة دلوقتي وقالت لي انه حصل. بجد يا سماح؟ بتقولي لي كده عشان تهديني وخلاص ولا بجد؟ لا مش شريفة ابدا، ده بجد. بس انا عارفة يعني عشان انت شايفني بعيط وكده، ودي كانت اكتر حاجة نفسي فيها. بس انا مش حاسه بطعم اي حاجه من غيرك يا مؤمن. انا مش عارفه اكل ايه ولا عارفه اعمل اي حاجه. هترجع لي يا مؤمن؟ طب يلا يلا تعالى كل لك حاجه كده وتشطف كده، وعمتك هتموت عليك كمان. ما ينفعش يا سماح، ما انت عارفه عمتي ترمي كلمه كده ولا كده الحكومه تطب عليا هنا. سلمي لي عليها وقولي لها ما تقلقش، وحياه ابننا اللي احنا لسه مش شفناهوش ده هرجع لك يا سماح. طب انت ماشي كده على طول يعني؟ لازم امشي يا سماح، هات لي بس شنطة فيها شوية هدوم اعرف اتحرك اليومين دول. ها؟ خلي بالك من نفسك. ها؟ مالك في ايه؟ مين؟ ميني؟ انت شفت عفريت ولا نسيتني؟ لا وانساك ازاي؟ اللي بينا يتنسي؟ لا لازم يتنسي. اللي عملته انت ومراتك مع اخويا لازم يتنسي. هو اخويا فين صحيح؟ مش عارف. مش عارف؟ طب بص حاولني عشان ما نزعلش مع بعض. مش عايز اسمع كلمه مش عارف دي. ممكن تقول لي مش فاكر، ناسي، هحاول افتكر يا عم ميني، لكن ما اعرفش دي مش عايز اسمعها. بس اقول لك على حاجه، لحد ما تفتكر تعالى نلعب مع بعضينا شوية. ميمي أعلى ما تقوليش أعلى، أنا كده كده ضايع. بس إيه رأيك بقى نضيع مع بعض؟ بس تكلم علينا الناس ولا إيه؟ إهدى كده، أنا بس مش عارف أنت عملت معايا كده ليه؟ ده أنا يا أخي عملت لك كل حاجة، كل كنت تؤمر بيه كان بيتنفذ لك. صح مش صح، حقك مش حقك كان بيجي لك من بق الأسد يعاوني، صح ولا لأ؟ صح. بعد العمر ده كله تعمل معانا كده ليه؟ ده انا عمري ما رضيت اعملها معاك. تعملها مع اخويا ليه؟ ها؟ ليه؟ ميمي انا عمري ما اذيتك ولا قصدت اذي حد طرفك ابدا. انت اللي اذيت نفسك واذيت كل اللي حواليك. دي اوامر يا ميمي، وانت قديم في الشغلانه وعارف يعني ايه اوامر. ها؟ ما دي برضه عاوني اوامر، بس اوامر في الدنيا. بس هتلم علينا الكلاب ولا ايه؟ اهدى كده، انا عايز اعرف اخويا فين؟ ها؟ رد عليا. دهشوري اللي خطفه. افتكرت يعني. طب كان ايه لازمتها بقى من الاول؟ لازم اعورك واوسخك دمي على ايه؟ ما كنت افتكر من بدري يا اخي. ماشي، الدهشوري فين بقى؟ جاي دلوقتي. انا لسه كنت هكلمه لولا انت جيت. انا هو جاي في طريقي يعني استناه. ايوه ماشي، لحد ما يجي بقى انا مش عايز اسمع صوتك خالص. ولا اقول لك اعمل نفسك ميت عشان ما اموتكش؟ اعمل نفسك ميت. انزل. في ايه؟ تعال. طيب مش عايز اسمع. حاضر خش. حاضر يا رب. انا مش عارفه اقول ايه، بس انت اكيد حاسس بيا. يا رب ما توريني حاجه وحشه في الرايق والنبي يا رب، عشان هو مش وحش، ده طيب ابن حلال ومظلوم. مظلوم وحياه حبيبك النبي يا رب ما توريني فيه حاجه وحشه. وبعدين ده يتيم وهو اللي بياخد باله مننا ومن اخوه ومن عمته. يا رب والنبي ترجعه وتخليه يفرح بابنه، ابنه
ايه اللي مستنيه؟ انا عارفه ان يعني ممكن الواحد يكون عمل حاجات كتير غلط، بس انت بتسامح وانت الوحيد اللي انا اقدر اشتكي، وعارف ان احنا ملناش حد غيرك، والله العظيم مالينا حد غيرك. والنبي يا رب ما اشوف في حاجه وحشه ابدا، وترجعه بالسلامه ويعني. بس انا عارفه ان انت مش هتوريني في حاجه وحشه، عشان تعرف ان انا ما اقدرش اعيش من غيره. يا رب فك كربه، يا رب فك كربه. ونيا مين البيت؟ انزل. اول حبيبي بيه يا باشا، انزل. تعالى وين اخويا؟ فين اخوك؟ اهو تعالى فيك اهو. انزل السلاح، ما حدش يضرب نار يا ولاد الكلب. خد السلاح يا ولاد. اخويا فين؟ كده والله اخويا فين؟ اخوك جاي منك. الله يا حبيبي، اخوك بخير. تعالى وروني. الله. من هنا من هنا يا سيكا بيه، رد على ميمي بيه. اهو اهو من هنا. اخوك بخير والله. كنا تعالى وريني سيكا بيه. اهو اهو والله اهو زي الفل، احنا كنا بنهزر مع بعض. اتفضل يا ميمي بيه. ميمي بيه اهو سيكا بيه. رد على اخوك اهو. سيد عامل فيك ايه؟ ما تخافش ما تخافش حبيبي، ما تخافش يا سيكا. طب يا سيد انت اللي عملوا فيك ايه؟ حاج انت شوري انت بقى وداد السيد الجمل. خير يا بيه. فاطمه فين؟ فاطمه ده تصعبات يا وليه. انت فاطمه بنت اختك، ايه مخبيها فين؟ انا ما اعرفش، ما تشوفوها في بيتها. يعني مش عايزه تنطقي؟ الله اتكلم على حاجه ما اعرفهاش يا بيه، انا ما اعرفش حاجه. تمام قوي، افتحوا الباب ده وطلعوا لي كل اللي جوه، فتشوا المكان كله. انا مال انا امال الحاجات دي؟ انا مال ونام. انا ماليش دعوه ولا اعرف عنها حاجه، انا ست غلبانه وفي حالي. انا مال انا ومال مش عايزه. انا ماليش دعوه، افتح الباب شوف مين اللي جوه. ما اعرفش حاجه عن فاطمه دي خالص. تعالي يا بنتي. ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة والله. تعالي. والله ما عملت حاجة. حلوة أوي. فاطمة دي ولا رجلك أنا بقى؟ قدامي قدامي. أنا رتبت كل حاجة و... كلها كام يوم وهتسمع أخبار كويسة إن شاء الله. لا 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 طمن سيادتك. مع السلامة. العملية دي لازم فيها الحذر. لو حصلت أي غلطة هتبقى مشكلة. أنا ما بحبش المشاكل. إيه؟ مالك؟ قابلت مراد؟ تمام سعادتك. أمال مالك؟ في إيه؟ دهشوري. تعيش أنت. هوني كلمني وقال إن ميمي قلبها أصله معاه. أنا توقعت إنه يطلع الدهشوري. كلمت الدهشوري في التليفون ما ردش عليا. خدت بعضي وجريت على هناك وشفت اللي حصل. الغلطة دي أنت نفسك هتدفع ثمنها غالي أوي يا سيد. أنا قلت سعادتك من أول ما الولد هرب إن أنا قلقان إنه يعمل حاجة كده ولا كده. أنا قلت لك عينك ما تغيبش عنه. حصل سعادتك. لا ده يكون عندي خلال 24 ساعة. ماشي سعادتك. أنا هنزل أدور عليه بنفسي. مش هينفع. اشتريه من زمايله. طيب. حدد له سعر واشتريه. العيال دي ما بتبيعش بعض سعادتك. والا كنا استفدنا من زمان. محدش ملوش سعر. المهم الطريقه. طريقه الدفع. ال 24 ساعه المهله اللي انا مديها لك دي هيدفعوا من عمرك يا سيدي اما الولد ده ما جاش.
تتحركيش من هنا خالص مهما حصل. دي بقى انا خايف عليك قوي. ما تخافيش ربنا هو الحافظ. يلا خلي بالك على نفسك. يلا بس عادي يا حبيبي. لازم يكون في مخالفات في الانتخابات دي عشان نصورها ونظهرها في وقت معين. انزلوا الشارع وادوا الناس فلوس وصوروهم وهم بياخدوها. برافو. لازم يكونوا من انصار المرشحين الاثنين. هكلمك بعدين. اهلا اديب. اتفضل اتفضل. تتكلم مصري ولا ايه؟ مصري وتونسي وليبي ويمني كمان. بقول لك 100 مره لو نزلت مصر هكسر رجلك. ايه اللي جابك؟ ليه كده؟ احنا مفيش بيننا وبين بعض مشاكل. ده انا بدور عليك من ساعه ما نزلت مصر. حيط امك هصيع عليا هصيع. انتوا كده انتوا المصريين ما بتعرفوش تتفاهموا. كويس انك عارف ان المصريين ما بيعرفوش يتفاهموا. فين فلوسي؟ لو صبرت عليا هتعرف ان انا بدور عليك عشان اديلك فلوسك وارباحهم كمان. يا حبيبي انا مش عايز ارباح. انا ما شلتش فلوسي عندك عشان عايز ارباح. انا عايز فلوسي وبس. حاضر هكتب لك بيهم شيك حالا. الشيك ده روح امك تقبله وتشرب ميته. انا عايز فلوسي في ايدي. ما انا ما معيش سيوله. والله ولا هيبوظوا الانتخابات. اللي بعتهم يبوظوا الانتخابات. هتديهم فلوس منين؟ احنا ما بنبوظش حاجه. احنا منظمه حقوقيه بنراقب الانتخابات وبس. عدنان جاي يراقب الانتخابات وبس. عدنان بتاع الفبركه والتوليع والفتن جاي يراقب الانتخابات وبس. الكلام ده تقوله لحد غيري. حد ما عاشركش وعارف انت بتعمل ايه. فين فلوسي؟ لاخر مره بقول لك فين فلوسي. حاضر هديلك كل فلوسك. كل اللي انت عايزه هديهولك. ممكن اروح اجيبهم؟ اتفضل اتحرك. حاضر. اتفضل يا سيدي فلوسك اهي. اتفضل. اتفضل. ديبو ديبو اخرج من عندك بسرعه. مش عارفه في قلق غريب قوي في الريسبشن. طول عمرك وسخ. هتفضل وسخ. وقفت هنا ليه؟ مخنوق يا مينا. مخنوق قوي. طب ما انت حقك رجع لك. مخنوق من ايه بس؟ خايف. خايف عليكي. مرحة ولا من كل ناحية. وانا ممكن اموت في اي لحظة. اوعى تقول كده. واوعى تخاف طول ما انا جنبك. انت ما كنتش بتخاف وانت بتعمل الغلط. ابتديت تعمل الصح وتيجي تخاف دلوقتي؟ خايف يا مينا. خايف تندمي في يوم انك عرفتيني. انا لخبطت لك حياتك خالص. انت حتى كنت هتضيعي بسبب ايه؟ انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي يا ديبو. انا قبل ما اعرفك انا كنت تايهه. ما اعرفش انا مين وانا رايحه فين. اوعى تفتكر ان انا بس اللي غيرتك. انت كمان غيرتني. خليتني اشوف الدنيا على حقيقتها. انا بقوى طول ما انت بتقوى وبعيش طول ما انت عايش وبتنجح وبتعمل الصح. هي دي الحياه. اتنين واقفين جنب بعض بيشجعوا بعض. اتكل على الله واعمل الصح. اتاكد ان بكره ده بتاعنا. هو مش بس اتعرض للإصابات الزهرية لكن عنده توتر عصبي حاد مش هيفوق منه قبل بكرة. يا ريت حد يقرر معاه نفس الحقنة كمان 8 ساعات. ماشي يا دكتور. انتوا بلغتوا البوليس؟ لا بوليس يا دكتور في ايه؟ ما انت شايف حال البلد. دول شوية عيال بلطجية طلعوا عليه وثبتوه. البوليس بقى هيجيبهم منين؟ عنك عنك يا دكتور. انا متذكرة. اتفضل يا دكتور. اتفضل. السلام عليكم.
ايه يا ابو حجاج فينك يا عم؟ اهم موجود بس انت عارف المشاغل بقى. بقول لك ايه؟ هو الواد اللي قاعد مع السن اللي ده مين؟ ده ابنه. ابنه؟ ابنه. ابنه عايش بره مصر بيجي يقعد اسبوع 10 ايام وبيرجع تاني. يا راجل. طب تمام، صباح الفل. نطلع من هنا اصحاب، هتعمل اي عوض مش هنبقى اصحاب، تمام؟ خلاص يا فاروق كده كله تمام. تمام قولي لي بقى، عايزه مني اي حاجه تانية؟ لا تمام كده، بس ما تبقاش تاخر بكره. ماشي علي. سلام. بقول لك ايه يا حلوة انت؟ الاسوره دي شاريها منك امبارح وطلعت فالص. لا يا اختي ما خدتهاش من هنا. لا يا حبيبتي واخداها منك، وما اديتنيش حقي تالت ومتلت، مانيش خارجه من هنا. حق ايه يا وليه منك ليها؟ خدي بقول لك حاجتك وشوفي مين باعها لك. بقول لك انت اللي بعتها لي، وشغل حلق حوش والنصب ده مش عليا انا. بقول لك ايه، كلمي كويس وخدي. يا طويلة يا طويلة يا سن. اتفضل، نورتنا والله. اتفضل، حصلت البركه والله. والله انا خفت لا تقلق وما تجيش. تقول ان احنا عاملين لك كمين ولا حاجه؟ لا، المفروض يقلق اجيبه انتوا مش انا، لانكم ببساطه عرفتوني مكان الخن الجديد بتاعكم. لا، ما احنا عارفين انت مش تلعب معانا الدنيا، او من الاخر لمؤاخذه كده انا مش هتعرف تعمل معانا حاجه. أنا ما بلعبش يا ميمي وأنت عارف كده كويس. اتصلت بيا ليه يا ديبو؟ عشان الأمانة. أمانة إيه؟ ما تفكر كده، مفيش حاجة واقعة منك. أوعى تكون اتصلت بيا عشان تلعبوني. إيه اللي عندكم؟ خلونا نخلص عشان ما نضيعش وقت بعض. لا اسمع كويس بقى. اسمع كويس اللي هنقوله وتنفذه بالحرف الواحد. عشان نفضل حبايب على طول. ومحدش فينا يأذي التاني. طيب. ممكن اعرف
ايه اللي عندكم ولازم اسمعه وانفذه. محتاجين خدمه بسيطه، حاجه قصاد حاجه. اتفضل يا باشا اتفضل. ايه رايك؟ خطفوا ابني؟ ازاي؟ عارف انه ابني منين؟ انا قلت لساعتك من الاول العيال دي ما يتسكتش عليها. جاوبني على الاسئله اللي بسالك. طمن ساعتك انا خلاص بتصرف فعلا. ايوه فعلا انت بتتصرف، واضح انك بتتصرف. لما حتة حشرة زي ديبو يخطف ابني عشان يساومني على الملفات بتاعته اللي عندي. بيعملني الند بالند ها؟ ولا يجرؤ انه يحلم بكده سعادتك. دي بس حلاوة روح. غبائه ممكن يكون في لحظة صور له انه ممكن يحلم بشيء ازيد ولو بشعرة من سعادتك ممكن تسمح له انه يحلم بيه. وانا تعمدت انه يجي هنا عشان في اللحظة اللي هو بيبقى بيلحس جزمتك فيها هنا ابقى انا ورجالتي هناك بنخلص مراد بيه وبندفن العيال دي. لا 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 لا، انا عايزهم احياء احياء. اعتبر سعادتك ان ده حصل، بس كل اللي انا طالبه من سعادتك دلوقتي انك تطمن وتهدى على الاخر، تركز عشان العمليه اللي احنا داخلينها وكل شيء هيبقى تمام التمام زي ما سعادتك علمتنا. وصلوني بدرجه ما بقتش عارف الليل من النهار، وانا عارف الوجع جاي منين. كنت بصرخ وحاسس ان صراخي جوا مني مش طالع ولا حد سامعه. واوقات كنت بحس اني ميت فعلا، وقاعد مع ابوك وامك بيكلموني بيسالوا لي عليك بيقولوا لي ما جاش معاك ليه. فجأة أفوق على ضربهم ليا خطوة واحدة، خطوة واحدة ما بينه وبين الموت. كنت بتمنى أعدي واستريح لولا إنك جيت يا ميمو وأنقذتني. اللي انت بتقوله ده مات، انت اخويا اديك شفت اللي حصل فيه، خدوا جزاء وقتي مش كده ولا ايه؟ تشكى يا ميمي، لولاك ما كنتش هبقى هنا دلوقتي. هات بس يا هات، وانت اخويا بس ده انت ابني، ابني اللي مش ممكن حد ياخده مني ابدا. طول عمري داخل الدنيا وانا بخبط وفاتح صدري وانا مطمن عشان عارف انك ورايا. حتى وانا في الغربه كنت متاكد اني وقت ما احتاج لك الاقيك. ما تحرمش منك يا ميه. ما تقلقش يا ولا، طول عمري هفضل جنبك مش هسيبك، وانت زي الفل وما تخافش ما تخافش. يا اخوي خلي بالك منه. ها انت رايح فين؟ بكره تعرف. متخافش يا سيد انا معاك. بعد كده هتبص في العين السحريه وتشوف مين اللي واقف ورا الباب. ايه يا باشا، في حاجه حصلت؟ اعمل لي شاي الاول وانا اقول لك. شاي يا باشا، هو الموضوع كبير ولا في ايه؟ البنت اللي قتلت فريده مسكناها واعترفت بكل حاجه يا سيدي. ايه؟ كنت عارف برضو اللي انت هتتنح كده. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا يعني دلوقتي في الامان؟ في امان، بس لازم الاول تسلم نفسك عشان يتم عندك الافراج بشكل قانوني.
عيب يا ميمي، انا ما عملتهاش معاك وانت مطلوب، هعملها معاك دلوقتي. العادي يا سيدي اللي انا اقبض عليك، بس انا ما اعرفش ليه حسيت معاك ان انا عايز اكسر القاعده، كان عندي حق. مبروك يا ميمي. ايه هتنح كتير؟ ما تخش اعمل لي شاي. يلا يلا. تحس بقيمة الحاجة لو هي بتضيع من ايديك، والبلد كانت بتضيع، عمرنا كان بيضيع، أحلامنا فيها كانت بتضيع، كلنا سيبناها وقفنا نتفرج يوم في التاني، والأيام جابت سنين، ولو لمتنا دي حصلت من زمان ما كانش ده بقى حالنا. فرصة أخيرة يا نلحقها يا نضيع كلنا. محدش عمل فيا كده قبل كده، مش خايف. والله طالما انت بتقول محدش عمل معاك الكلام ده قبل كده يبقى انت لازم تخاف مش انا. كل ده عشان شوية ورق وسيديهات بتساوم على ابني. انت شايفهم كده بس احنا بقى شايفينهم حرية. كسروا الطول اللي انت لفه حول رقبتنا. خلاص انسى. ها عايزين بقى تبقوا شرف، ها تكسروا الطول وتتحرروا، مش كده برضه؟ نبقى زي ما نبقى، دي حاجة بتاعتنا انت مالكش دعوة بيها خالص. والله اتمنى انت تعرف تعملوا اللي بتقولوه ده. هتبقوا من الناس اللي خدت فرصة مرتين. طيب أنا هديكوا حريتكم. طب ابني انساه خالص. احنا هنديله فرصة يعيش حياة تانية، حياة أنضف من اللي كان عايشها معاك، وهنشوف له أب تاني. متقلقش، أب هيبقى كويس، مش فاسد ووسخ زيك. يعني ايه؟ الواد هيبقى مبسوط، ما تقلقش، هيبقى مبسوط. عشان نعيش بني ادمين من غير ما تبقى رقابينا في ايد غيرنا. اخر فرصه عشان نقول للي حولوا حياتنا جحيم انتوا مش هتتحكموا فينا، احنا اللي هنحدد مصيرنا بنفسنا مش حد تاني. لما غمينا عيوننا بايدينا ما كانش قصدنا نغميها عشان نبقى خلق، احنا غميناها عشان نقدر نعيش. بس لما وقعنا واتكسرنا كان لازم نفتحها عشان نواجه كل شر اتفرض علينا، وكان لازم
لحظة بيقف عمرك عندها، لحظة إعدام خوفك، إعدام الشر في دنيتك. مش مهم بعدها إني أعيش، المهم غير يعيش ومفيش في حياته شر تاني. إن شاء الله. لا لا يا ديبو، ومش أي عيش. إحنا هنعيش نضاف، محدش ماسك علينا زلة ولا لو دراعنا. خلاص هنعيش نضاف زي ما اتولدنا نضاف بالظبط. ما تقلقش يا يوسف، هتبقى زي الفل، نفضل طول عمرنا مع بعض، مش هنبعد عن بعض ابدا. وبعدين كلها شويه وهنطلع على الحاره مع بعض، مش هنسيب بعض. يوسف شكلكم مروحين من غيري يا صاحبي. مش مروح من غيرك. اجمل، انت هتقوم وتيجي معانا. ما تكدبش عليا يا ميمي، انت عمرك ما عملتها صاحبي. تكدب عليا دلوقتي؟ امي ونادين في عينيكم، ودهركوا في ظهر بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. والنبي يا جدعان، والنبي محدش هيراعيهم غيرك، ومحدش هياخد بالهم غيرك. انت بس اللي هتراعيهم.
أنا يوسف. قوم بطل النمر اللي بتعملها علينا دي. أنت كويس وزي الفل. قوم يلا. آه صح. أنتوا عمالين تترغوا بدل ما تاخدوني على المستشفى. المستشفى يمكن أنا اللي أخلي بالي منهم وأجيبه. أيوه أنت اللي تخلي بالك منهم. أيوه. طب وابسط أمي وعوض أعوض نادين. أيوه أيوه أنت صح. يا أم يوسف بطل دلع. مش حتة طلع أنا اللي هتعمل فيك كده. هنيجي معاك يا باشا بس تصبحك انا ودي بنقعد مع بعض دقيقتين مش هنطول. دي اخر مره هنقعد فيها احنا الثلاثه مع بعض بعد اذني ساعتها. احنا طول عمرنا عايشين مع بعض، فرحنا وحزننا، كسبنا وخسرنا، فتحنا صدرنا على الدنيا، عمرنا ما خفنا من حاجة عشان احنا مع بعض. بس دلوقتي يا ديبو الحسبة اختلفت. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس. طول عمرك بتفهم من غير ما اتكلم، من غير ما افتح بقي بكلمة واحدة.
أنا فاهمك يا ميمي، وعارف أنت عايز تقول إيه، بس مش هينفع يا صاحبي، أنا اللي هشيلها. مفيش حاجة اسمها مش هينفع، ده مش وقت أصله يا جدع. الشيلة تقيلة، أنت وراكم لحم، أمك، إخواتك البنات، مراتك اللي لسه ما شافتش الدنيا معاك، أنت عندك عيل جاي، عيل برضه لسه ما شافش الدنيا، أرضيك يا ميمي، أرضيك ابنك يجي الدنيا وهو ملوش أب، اتولد يتيم وأبوه عايش، أبوه اللي حلم بيه كتير، أتمنى اتولد بين إيديه، أرضيك يا ميمي، لا يا صاحبي، متحرمش ابنك منك. ابني مش هيعيش يا تيم، انت تخلي بالك منه، هتخليه يطلع راجل زينا، بس أمان عليك يا اخي، سميه يوسف، لازم يفضل عايش حوالينا وسطينا. انت اللي هتسميه، وانت اللي هتعمل اسبوع عشان يطلع زي ابوه راجل. اسمع الكلام وريحني، وريح يوسف في تربته، يوسف كده يبقى مرتاح، خليه يحس انه مات عشان كلنا نعيش.